نادي بلاك بول، نادي متخصص في السكواش نمرة واحد، وألعاب تانية زي جمباز، سباحة. قابلت بقى ندى، ست خالية من العقد، بتقول لي ايه؟ صحابي بيلوموني ان انا ما دخلتش ولادي انترناشنال. ليه يا ندى ما دخلتيش ولادك انترناشنال؟ والله انا بالنسبه انا اتعلمت ناشونال، كنت في مدرسه محترمه وقلبت بعد كده تجريبيه وعادي جدا، وجوزي كان برضو ناشونال. ما كانش ايامنا في السبعينات والثمانينات ما كانش فيه ناشونال وانترناشونال حاجات، هي مدارس عربي ده مدارس خاصه بس، ما كانش في حاجه تانية خالص. وطلع منها الوزراء وطلع منها السفراء وطلع ناس محترمين جدا جدا منها، بس لغايه دلوقتي يعني انا مش شايفه اي حاجه. الواحد نفسه انه يشتغل على نفسه بعد كده. انا مش هفرح باولادي لما بيتكلموا انجلش بس، لا معلش سوري مش هفرح خالص. استني، بتحسي بإيه لما الولاد الصغيرين يكلموا مع بعض انجليش بس بأكسنت أجنبية تماما؟ أنا شخصيا والله بقعد أبص لهم مستغربة، أنتوا كده كول يعني؟ أنا عن نفسي بحس إن هم عايشين في الخيال، فيري تيل زي ما بيقولوا مع نفسهم كده، مع يعني قصص أسطورية. ما ينفعش ما ينفعش، الولاد دول في يوم من الأيام يا جماعة هينزلوا الشارع، هينزلوا الشارع يتعاملوا مع السواق، يتعاملوا مع السايس، يتعاملوا مع العمال، يتعاملوا مع أي حد، هيخشوا اسم، يعملوا بطاقة، يعملوا أي حاجة، هيكلموا العسكري بالإنجلش؟ مش هيكلموا الناس دي بالإنجلش، مش هياخدوا حقهم بالإنجلش. هي دي النقطة. أنا ما رحتش دولة في أوروبا ولا في أمريكا بيتكلموا معلش عربي زينا يعني. أنا أمريكا بيبذلوا مجهود عشان يفهموا الإنجلش بتاعك، مش أقول لك الأكسنت ومش الأكسنت، بيفهموا أي كلمة بتقوليها. هتقول لهم اي كلمه انجليزي صعيدي هيفهموكي، بيفهموا اي حاجه وبيتقبلوا الاخر. في اوروبا نفس الكلام، بيتكلموش غير لغتهم بس. احنا هنا سوري يعني اللي بقينا نمسخ الموضوع، احنا هنا تلاقي واحد بيتكلم ومدخل 500,000 كلمه انجليزي في النص ما بيعرفش ينطقوا. دي حاجه تانية. تلاقيهم بيتكلموا، طب مش تتكلمي انجليش ما تتكلميش يعني، بالعكس مش هيعيبك، بالعكس اتكلمي عربي. انا ممكن يكون غصب عني بدخل كلمه انجليش بس عشان من كتر بذاكر مع الولاد. انا بذاكر لهم من كي جي 1 فرنساوي وانجليزي وماس، ام كشكول من الاخر كل حاجه يعني. انا وابوهم تعليم ناشونال وخريجي هندسه عين شمس، ودراسه في عين شمس كانت كلها انجليش يعني، كانت كلها فيهم اي تو زد كلها، بس خرجنا ناس طبيعيين نتفرج على افلام انجليش، نتفرج على برامج انجليش، ده بيحسن الاكسنت مع الوقت. مش شرط انا بعد كده معيش سوري تلات ارباع مدارس انترناشونال مش جايبين ناس امريكان او ناس بريتش على اصلهم، جايبين مصريين، مصريين فنزويليين بقى اوكرانيين اي حد اجنبي. ومعيش في مدارس انا سمعت ان هم الناس دي يعني ماشيه من بلدهم ان هم مش كويسين، ضربوا ولاد، عملوا مشكله، عملوا حاجه، فجم رحلوهم على مصر يعني ان هم يجي يشتغلوا هنا يشوفوا لهم سوق هنا. لكن يا جماعه العربي، العربي ده لغه القران، ده ربنا هيسالنا عليه، لغه القران لازم اتكلم عربي، لازم افهم اكتب عربي، ده المصيبه في كتابه العربي. موضوع الفرانكو ده بقى كوميديا. انا لا تكتب عربي لا انجليزي لا فرنساوي وتكتب لي فرانكو، ده انا بقعد استهجى فيه صراحه، ما بعرفش اتعامل معاه خالص خالص يعني. اقول لهم يا جماعه اكتب لي انجليش بيور لا عربي صرف، انا هفهم، او حتى فرنساوي هفهم، لكن موضوع الفرانكو والعين والغين لا 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 غير مقبول بالنسبه لي. لازم نعتز بلغتنا، لازم نعتز بتعليمنا. مش هقول لك تعليمنا احسن حاجه، بس فعلا بيطلع ناس محترمه في الجامعات. احنا لما كنا بندرس في جامعه عين شمس والدكاتره بتوعنا كانوا بيسافروا امريكا يعملوا الدكتوراه والماجستير، يقول لهم يا جماعه انتوا عندكم كم معلومات مش طبيعي. اختي لما سافرت تعمل ماجستير ودكتوراه في امريكا هناك جابت سكورز عاليه جدا، الناس اندهشت يعني ازاي دي تعليم في مصر. وكنا برضو ناشونال ما كناش انترناشونال، كانت مدرسه عاديه وقلبت تجريبيه حتى بعد كده. المصيبه دلوقتي الشباب الصغيرين المكافحين يعني اللي هو مرتباتهم معقوله شويه يقول لك ايه انا مش ملاحق على مصاريف المدرسه، بيزنق نفسه، بتزنق نفسك ليه؟ قاسم دخلهم وياخد قروض، قاسم دخلهم تعليم انترناشونال، ليه يا ابني بتعمل كده؟ ويضيع نفسه ويضيع مرتبه ويعيش مزنوق وياخد قروض ويعيش عيشه مش عيشته، ويعيش عيشه مش عيشته اللايف ستايل بتاعه طول عمره، وفعلا تبقى دي اللايف ستايل بتاعه طول عمره. طب انت بتزنق نفسك الزنقه دي ليه؟ لا عشان يتعلموا الاكسنت. اكسنت ايه ده؟ انا في الصيف اجيب لهم واحده امريكيه تقعد معاهم شهر كل اسبوع مره، خلاص خدوا الاكسن. في الشغل كله محصل بعضه سيادتك، حلوه الحته دي. في الشغل كله محصل بعضه. يقول لك ده اصل مخرج مدرسه انترناشونال. لا معلش سوري، انا شايفه في الشغل برضو. انا ليا ناس اعرفهم بيشتغل كانوا بيتعلموا بره ورجعوا لسه مش لاقيين شغل، خريج جامعات يعني مشهوره جدا في امريكا وفين وفين،
طب استني بقى، معلش معلش، جالي في الكومنتات دلوقتي حاجتين. واحده بتقول لي قولي لي بحبك يا اميره، انا بحبك يا اميره. وواحد عايز يتجوزني وبيقول لي انا كده هبقى رقم 7. لا مش هتكون 7، المهم تتقدم لاولادي. انت لازم تقعد مع زياد وعمر، والزياد وعمر يقولوا انا همشي والايه ويوافقوا ويوافقوا. بس موضوع الانترناشونال ده انا ما صدقت، لقيت ندى هي من عز مجتمع الانترناشونال. احنا في قلب اهو التجمع. لا واحنا ناس ميسورين الحمد لله ومبسوطين. انا معايا فلوس ادخل انترناشونال، بس انا مش عايز ادخل انترناشونال، مش عايز اغير ثقافه البيت كله عشان حاجه. خلاص احنا اتعودنا، اجازتنا مدرستنا، جدع ندى جدع ندى، مدرستنا جدع، ظروفنا، عندنا اجازه مولد النبي، عندنا اجازه الشاطرين. الشاطرين لا بيستنوا، الشاطرين لا بيستنوا مدارس انترناشونال ولا بيستنوا اكسنت ولا بيستنوا، الشاطرين مطلوبين. لا تفرق بقى المدرسه، ولا بيفرق المجهود اللي ما حصل في الولد او البنت. عيشوا عيشه اهالي بالظبط كده. حلو عيشه.